لا اخصم منه فلوس وامشي بفكر. انا ما بمشيش على فكر المدير الفني القديم اللي انا في لعيب عمل معايا غلط في الملعب استبعده كده، يبقى انا بضر فرقه، بضر فرقه، بضر تيم. حسين السيد يعني عمل ايه في الملعب؟ هو بينصحه، المدير الفني بينصحه، يمكن شايف ليه وجهه نظر ان هو في التمرين بيتدلع. بس جم على حسين السيد شويه طبعا ان هو راجل طرده من الملعب والكلام دوت، ما حصلش، هو طلع بره الملعب. ايه كواليسها؟ احكي لنا كده. كواليس ان حسين السيد ما عملش حاجه لان الراجل خايف عليه في التمرين، بيقول له كمل الجمله التكتيكيه دي، يمكن اللاعب ده ما نفذش اللي الراجل عايزه، من حقه يحاسبه، يبقى هو بيعاقبه. جه تاني المباراه، لعب مباراه الاسماعيلي، هو اتطرد. اقول لك المباراه كانت يوم الاربعاء، اتطرد يوم الاثنين، يوم الثلاث كان عندنا تمرين في مدينه نصر قبل ما نسافر الغردقه، واجتمع مع اللعيبه وكابتن علاء عبد الصالح وكابتن وائل جمعه قدام الجهاز الفني، وحسين السيد كان موجود بيتمرن معاه، وحسين السيد لعب المباراه الاسماعيلي اللي فاتت. لو في زعل بينه وبين المدير الفني، حسين السيد ما كانش هيلعب، ما يلعبش كوره تاني. لكن معلش النهارده ان يقول لك حسين السيد كذا وكذا وكذا، لا ما ينفعش. يمكن ليه المدرب ليه وجهه نظر ان حسين السيد النهارده بيخطأ في الحاجات ديت. الراجل بيفيده. حسام غالي قبل ما يسافر طبعا كان طبعا نجم من نجوم النادي الاهلي، وحاليا برضه نجم، بس في عنده حاجه صغيره اللي هي بتخليه بيخرج عن شعوره، اللي هو العصبيه. من ساعة ما رجع من الاحتراف هو عنده العصبية شوية. أنا بقول له يهدى شوية، يعني يهدى شوية، هو لعيب عالي أوي. يعني بننصح له كده، وكل الكلام ده بقوله. كابتن حسام غالي أحسن لاعب في مصر في نص الملعب، بس العصبية بطلها شوية. لأن من أحسن اللعيبة في مصر، أنا بقول لك. حسام غالي قبل ما يسافر، قبل ما يسافر أفضل لعيب في مصر، أفضل لعيب في مصر، بس العصبية شوية. اتعصب عليك قبل كده؟ لا، حسام غالي ما بيتعصبش عليا. انا اللعيب اللي ممكن انا شايفه من تعبير الوش والكلام دوت ان هو متعصب، ببعد عنه، لان انا شايفه اللي هو لو قربت له يبقى في العصبيه هتزيد عنده شويه. لكن انا ببعد عنه عشان العصبيه بتاعته تهدى من نفسه، من جواها يهدى من الملعب. انا باخد الحاجات دي من الملعب، كل لاعب باخدها من الملعب، طبيعتي، طبيعه عملي. انا ما تخصصيش اتخصص في حاجه اللي انا اخش في تخصص المدير الفني. انا راجل شغال تبع الجهاز المعاون انا وزمايلي، يبقى انا ماليش تخصص اللي انا داخل في المدير الفني ولا المدرب العام ولا المساعد مدرب، كل واحد له تخصصه. بس في الاول والاخر احنا كلنا اسره واحده، النادي الاهلي كلها اسره واحده. لان انا طبيعه عملي طبعا، انا اللعيبه طبعا اللي هم بيروحوا على البنج بتاعهم وعلى المدير الفني بتاعهم والمباراه شغاله، بقعد انا خلف المدرج درجه ثالثه، مش هنقول في اولى، هم قاعدين عند اولى، عشان العامل انا بعد الشوط الاولاني ثم صفر الحكم ان بقى انا جنبي شغله على طول، اخش على غرف الملابس افتحها لهم عشان اللعيب يخش جوه. لكن انا بشغل المباراه من الملعب. في الاول والاخر ان المدير الفني هو اللي بيشيل الليله كلها، مش المدرب العام. المدير الفني هو اللي بيشيل الحلوه والوحشه، في الاخطاء اللي هو خطأها في الملعب هو المدير الفني. بعد المباراه في المؤتمر الصحفي بيقول على الاخطاء اللي هو عملها، في المؤتمر الصحفي بيقولها، هو اللي بيشيلها مش المدرب العام. لان هو هو القائد، هو قائد المركبه دي. المركبه دي مالهاش اثنين، ليها واحده بس، واحد بس. الواحد ده اللي هو اللي هو بيرسيها على البر، واحد. يعني لو اثنين يبقى المركبه دي غرقت. احنا اتعودنا على كده من النادي الاهلي من السنين، 37 سنه الخبره اللي انا اشتغلتهم في الملاعب. هو ابو تريكة حاليا بعد ما بطل، وكان في لعيبه طبعا غير ابو تريكة، هو ابو تريكة نمره واحد، بس في برضه كان في بركات وشادي محمد واسلام الشاطر، وفي نجوم. لا حمزه ابو تريكة، علاقته دي ابو تريكة احكي لنا علاقه اللي انا كنت يعتبر اب بقى مش اخ. ازاي؟ لا ابو تريكة، تمام. لان ابو تريكة حاجه كبيره بالنسبه لنا، للكره المصريه، مش للنادي الاهلي بس، للكره المصريه. ابو تريكة شخصيه حلوه يعني، محترمه. وشوشه الموقع الفني الأول في مصر، رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل، الإشراف العام أحمد الهواري. www.washwasha.org